سلام مانومي، السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في وجبلة في الطريق الوطنية ما بين بني فراسن وإقليم تازة. مرحبا، سلام أميرة دونيو، سلام أهلين، مرحبا فاتيم، مرحبا سلام، مرحبا بكم متابعي القناة. سلام، فتحية للجميع. وموضوع اليوم، شنو الرأي ديالكم في العمل البطولي ديال رجال الحموشي في القبض على مجموعة من الإرهابيين، مجموعة من مدن المملكة خاصة مدينة تمارة؟ متابعي القناة قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. صافا خويا، صافا ايمان، مرحبا، مساء الخير على طريق السلامة، شكرا لك، شكرا لكم متابعي القناة. سلام اخي، مرحبا بك، مرحبا بكم هشام، مرحبا اميرة. الحمد لله، عمل بطولي لله الحمد. سلام سلام سيمو، سلام طريق السلامة، شكرا. سلام، مساء الخير عبد الله، شكرا ومرحبا بكم متابعي القناة معنا في هذه الجولة الليلية في الطريق ما بين داخلين دابا الإقليم تازة. متابعي قناة شوف تي في، سلام سي جلالي، برافو عليهم، تحية لهم. عمل بطولي لرجال الحموشي هذا النهار، مجموعة من المدن المغربية خاصة مدينة تمارة. متابعي القناة في مجموعة من الأحياء زائد حي النهضة بتمارة. سلام خويا، سلام اليوبي، مرحبا، تحياتي لك من فنيدق، شكرا لك يا اخي. فتحية لمتابعي القناة، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والطريق في اتجاه اقليم تازة. متابعي القناة، الله يحفظ الجميع. عمل بطولي لرجال الحموشي للقضاء على الارهاب بالمملكة المغربية والحد من خطورة الإرهاب، القبض على خلية إرهابية كانت تنوي القيام بمجموعة من الأعمال الإرهابية بعدة مواقع حساسة بالمملكة المغربية. عمل بطولي هذا النهار وإنجاز ليس بالتاريخي، لكن رجال الحموشي دائما في الحدث في مثل هذه الأمور، لا تهاون مع خلق القوانين وبالأخص قانون المس بالوحدة الترابية وبسلامة سلامة المملكة المغربية. فتحية لرجال الحموشي على هذا العمل البطولي. متابعي الكرام، الصباح شفنا في الأخبار وعلى مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي وكذا على قناة شوف تي في أعمال بطولية لحماة التراب أو لاديستي زائد الشرطة والأمن وتحت رئاسة القائد الأمن سي الحموشي. عمل بطولي، فتحية لهم على المجهودات الجبارة لاستتباب الأمن وعلى المقاربة الأمنية بالمملكة المغربية، فتحية لهم. عشنا أعمال تخريبية هذه 15 عام ولا 16 عام كانت من ثم، والمملكة المغربية ورجال الحموشي ورجال الأمن وحماة التراب الوطني لاديستي من ثم هم بالمرصاد مجموعة من العمليات الإرهابية بالمملكة المغربية. فالله يرفع علينا الوباء والبلاء، والله يحفظنا من عصابات الشر والتطرف. فبرافو رجال الحموشي، مجموعة من التعليقات كتقول برافو رجال الحموشي اللي كانوا رجال هذا اليوم
تمكنوا في الحدث ولله الحمد القضاء على بؤرة من البؤر الإرهاب متبع قناة شيف سيفي. مجموعة من التعليقات كتقول برافو لرجال الحموشي على المجهودات الجبارة في استتباب الأمن بالمملكة المغربية. وي يلا إن شاء الله. فمتابعي قناة شيف تي في حبيكم معنا في هذا البث المباشر، ودابا داخلين الإقليم تازة. نتمنى استتباب الامن مجموعه من المدن المغربيه، ونتمنى المملكه المغربيه انها تنعم بالامن والامان. وتحيه لرجال لحماه التراب او رجال الاستخبارات او لاديسطي على المجهودات الجباره اللي يسمحوا لنا ما كنشكروهمش ويسمحوا لنا ما كنجبدوهمش. فمتابعي قناة شوف سي في، نتمنوا الخير من عند الله، ونتمنوا السلامة للجميع، ونتمنوا العافية للجميع. متابعي قناة شوف سي في. فتحية لرجال الحموشي وتحية للأمن. متابعي القناة، فتحية لرجال الأمن ورجال الحموشي بالمملكة المغربية على المجهودات الجبارة المبذولة. الله يربي يحفظ المملكة المغربية من الأعمال، والحمد لله لنا ثقة كبيرة في الطريقة اللي كتخدم بها الإدارة الداخلية وإدارة الأمنية، ثقة كبيرة واحترافية عالية في التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية. فما عسانا أن نقول إن الله يحفظ بلادنا من هذا الأعمال المتطرفة وهذه الأعمال الشيطانية. والمغربي خصو ما يفكرش يأدي البلاد ديالو، ما يفكرش يأدي المغرب ديالو. موضوع طويل وموضوع كبير، واللي مغربي عنده ما يقول في هذا الموضوع. فتحية لكل مغاربة الأحرار من طنجة إلى القويرة، وتحية لأي واحد كيبغي بلاده المغرب. والله يحفظ بلادنا، وشعار الله الوطن الملك غادي يبقى خالد ان شاء الله مادام المقاربه الامنيه ومادام استتباب الامن ومادام كما كنقول رجال الحموشي حاضرين في اي مشكل كيمس واحد التراب. فالحمد لله، نتمنوا الخير من عند الله، ونتمنوا السلامه للجميع. والله يبعد الشر علينا، الله يحفظ سلامة المغاربة. فبرافو رجال الحموشي، وبرافو رجال المرحلة على المجهود الجبار وعلى التكتيك الكبير اللي خلاهم أنهم يوصلوا لبؤر جديدة ديال الإرهاب بالمملكة المغربية. هذو عصابات إرهابية كانت تنوي القيام بتفجيرات مجموعة من المواقع الحساسة بالمملكة المغربية، ولله الحمد. العين التي لا تنام نشكرها.
اقليم تازة من الاقاليم اللي حتى هو كينعم بالامن والاستقرار والحمد لله. ما نساوش المجهودات ديال الولاية الامن باقليم تازة على راسها السي المختار، ما نساوش المجهودات الجبارة ديال الاداره الامنيه وكذا رؤساء المصالح الامنيه. الحمد لله ما كاينش جريمه في اقليم تازة، وما كاينش عصابات في اقليم تازة ولله الحمد. حتى رجال الامن رجال الامن دايرين واحد الدور جبار ولله الحمد. مدينه ينعم فيها الامن والامان والسلم والاستقرار. فتحيه لرجال الحموشي من هذا المنبر، منبر شوف تي في، على العمل الجبار في تفكيك خلية إرهابية في مجموعة من المدن المغربية، خاصة تمركز هذا النهار في بتمارة. فمتابعي القناة، قناة شوف تي في، نتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة والعافية للجميع. والجميع في الامر، شفنا حتى قائد الامن السي عبد اللطيف الحموشي حتى هو نزل التيران بعد ما سمعنا اصابه احد العناصر الامنيه بطلق ناري. شفنا رئيس الامن السي عبد اللطيف الحموشي حتى هو نزل لارضيه الميدان باش يطمئن على السلامه ديال ذاك رجل الامن اللي تقاس وكذا، يشوف العمليه التمشيطيه. فتحيه للسي الحموشي رجل الميدان كسر ما يكون رجل الاداره، السي عبد اللطيف رجل الميدان كسر ما يكون رجل الاداره. وكما كل شيء كيعرف بان الانسان مخضرم مر بمجموعه من التجارب اللي استفد منها استفدت منها المملكه المغربيه ولله الحمد. فالرجل المناسب في المكان المناسب، رجل ينعم بالاحترام وينعم بالتقدير من جل المغاربه ولله الحمد. وكنشكروا هذا النهار على المجهود الجبار، والحمد لله بلادنا منعت مضربه ارهابيه اللي ماشي وقتها. حنا دابا في الكوفيد 19 والازمه ديال الكوفيد 19، لا ازمه اقتصاديه لا ازمه اجتماعيه لا احتقان اجتماعي، دخول مدرسي، مجموعه من التراكمات، مجموعه من الامور، ونزيدوها بضربه ارهابيه اللي تقدر تعطي واحد الفشل نوعا ما او واحد الخلل نوعا ما في منظومه الامن بالمملكه المغربيه. لكن العين التي لا تنام الحمد لله استطعت انها تفكك هذه الخليه بخسائر بسيطه، اصابه احد العناصر الامنيه. لكن حضور السي عبد اللطيف الحموشي كان دافع قوي حتى لرجال الامن ورجال المرحله اللي الحمد لله كانوا في اليوم ديالهم. فشكر خاص لرجال الامن. حتى مدينه تازه كما كنقول مدينه تنعم بالامن والامان، تنعم بالاستقرار. غياب 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 او انعدام العصابات المسلحه بهذا الاقليم. الاقليم تازه اعتبره من بالاقاليم اللي ما فيش عصابات، والحمد لله. الخطه ديال رجال الامن بهذه المدينه، حتى الخطه ديال لا دياستي بهذه المدينه خطه محكمه، بحكم ان لا دياستي هذا النهار كانوا في الموعد، والحمد لله كانوا في الموعد وقدروا يفكوا خليه ارهابيه في مجموعه من المدن المغربيه ولله الحمد. فتحيه لهذا الفريق المتكامل.
تحفظ بلادنا من الإرهاب كريمة. ما يمكنناش كلمة ممنوعة في قاموس المملكة المغربية، الإرهاب كلمة ممنوعة في قاموس المملكة المغربية. كفاءات الأمن في المغرب يشهد بها العالم، يقول مصطفى بوهاليس، يقول كفاءات الأمن بالمغرب يشهد بها العالم. تعبير جميل يا أخي، كفاءات الأمن بالمغرب يشهد لها تجربات متعددة، كالتجربة الألمانية والتجربة الفرنسية. طلبوا أننا نكون أساتذة في استتباب الأمن عندهم، ولله الحمد. فشكر خاص لرجال الأمن على رأسهم السي عبد اللطيف الحموشي، لهذا النهار كان رجل المرحلة وكان بطل المرحلة، وحتى أنه من ينزل التيران ديال المداهمة كان ارتياح في نفوس المغاربة. فشكر خاص السي عبد اللطيف الأب والرجل الطيب ورجل المرحلة، وكذا من الناس اللي يشهد لهم التاريخ ويشهد لهم المغرب أن لهم مكانة كبيرة في استتباب الأمن بالمملكة المغربية. فالحمد لله هذا النهار ما كانوش كانت مداهمة، وما كانش الحمد لله مشاكل. حقاش هاد الخلايا سمعنا بأنهم كانوا باغي يفجروا مجموعة من المواقع الحساسة بالمملكة المغربية، مجموعة من المواقع الحساسة، لكن حماة التراب أو الإدارة الترابية أو لادياستي كانوا في الموعد ولله الحمد. فتحية لهم من هذا المنبر. تحية لجميع أفراد الشرطة ورجال الأمن ورجال المخابرات بالمغرب، تحية لهم هذا المنبر، المجهودات الجبارة اللي بدلوها لا في كوفيد 19 ولا في حماية الأمن ولا في استتباب الأمن ولا في المقاربة الأمنية، مجهود جبار جبار ومتكامل. والحمد لله الحمد لله، تجربة كبيرة للأجهزة الأمنية بالمملكة المغربية، تجربة كبيرة للأجهزة الأمنية. الله ونتمنى السلامة للجميع، والله يحفظ بلادنا من الوباء والبلاء والمتطرفين والمتشددين، والله يحفظنا من كل شر. تابع القناة شوف سيفي. متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذه الجولة الليلية على قناة شوف تي في. كتهبط الطريق عمو، كتهبط الطريق. الله يحفظك عمي، بارك الله فيك، عليك مبروكة، الله يكبر بك عمي. كاين إصلاحات في هذه المنطقة إصلاحات في هذه المنطقة يا لطيف السلامة.
فمرة أخرى تحية لرجال الحموشي على المجهودات الجبارة وكذا على العمل البطولي ديال تفكيك الخلية الإرهابية في مجموعة من المدن المغربية وخاصة بتمارة متبعي القناة. فالحمد لله الحمد لله. على هذا العمل الجبار والبطولي متبع قناة شوف تيفي. والسؤال ديالنا شنو الرأي ديالكم في التدخل البطولي ديال رجال الحموشي هاد النهار من أجل القضاء على الإرهاب بالمملكة المغربية؟ كانت هاد النهار مداهمة مجموعة من المنازل بربوع المملكة للقضاء على الخلايا الإرهابية اللي كتكاثر بواحد الوتيرة، لكن كاين العين التي لا تنام، كاين العين التي لا تنام. متابعي قناة شوف تيفي، كاين العين التي لا تنام. فنتمنى الخير مع عند الله والسلامة للجميع وتحية لكل رجال الأمن ورجال السلطة. وبهذه المناسبة كنبغي نحيي رجال الأمن والسلطة ورجال الشرطة ورؤساء المصالح بإقليم تازة على المجهودات الجبارة ديالهم. تحية لرجال الأمن وكنشكرهم على رأسهم السي المختار مدير الأمن الإقليمي والجهوي بالمدينة، المجهودات الجبارة في استتباب الأمن والمقاربة الأمنية بهذه المدينة. متبع قناة شوف تيفي.
فمتابعي قناة شوف تي في، كنشكركم على هذه الجولة اللطيفة اللي دوزتوا معنا، وكنشكركم على حسن الإصغاء ديالكم. فليلة سعيدة للجميع، وغدا نتلاقاو إن شاء الله على الساعة 8 بداية البث ديالنا متابعي قناة شوف تي في. شكرا لكم على حسن المتابعة، وليلة سعيدة. شكرا لكم، تحية لكم.